عدن تخرج عن بكرة أبيها انتصارا للحرية وللقيم الأخلاقية المهدرة في المدينة. صوت واحد يطالب بإنفاذ القانون وإنهاء فوضى المسلحين وإرهاب الميليشيات المدعومة من الإمارات. تفجر غضب هؤلاء دفعة واحدة إثر جرائم عدة، بينها اغتصاب طفل في السابعة من عمره على أيدي مسلحين يعملون ضمن ما يسمى قوة مكافحة الإرهاب، واغتيال الشاهد الوحيد على الجريمة. كانت جريمة الاغتصاب هذه قد بقيت محصورة في ساحة القضاء، لكن الشاب رأف الدنبع غير مجرى الأحداث بشهادته اليتيمة التي وضعت النقاط على الحروف، فكان أن دفع حياته ثمنا لشهادته. الغضب يتجه صوب الطرف الذي يقف خلف كل هذا الخراب، الإمارات وقواتها وتشكيلاتها المسلحة، ولم يجد هؤلاء الشباب من طريقة للتعبير عن غضبهم سوى حرق العلم الذي احتل واجهات المدينة طيلة السنوات الأربع الماضية، مؤذنا بخراب لم يتوقف حتى اليوم. منذ ليل الأربعاء الخميس تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مسلحة بين التشكيلة المسلحة الإماراتية والجماهير الغاضبة، دون أن يستبعد مراقبون دوراً للقوات الأمنية التي تعمل خارج نفوذ الشرعية في تأجيج هذه المواجهات التي سجلت 10 إصابات على الأقل بحسب مصادر إعلامية. تركزت المواجهات المسلحة في ساحل خرمكسر وشارع المعلى الرئيس، فيما واصل المحتجون التجمهر وإحراق الإطارات والرموز المرتبطة بالنفوذ الإماراتي في عدن. وشهدت جولة القاهرة في الشيخ عثمان أحد أهم الاحتجاجات منذ صباح الخميس. الصورة فقط هي ما تبقى لهذه الأمة المكلومة من ذكرى ابنها الشاب العدني رأف الدنبع الذي قضى نحبه شهيداً السبت الماضي. تروي هذه الأم بصعوبة بالغة قصة استشهاد ابنها رأفت إثر هجوم على منزل العائلة. تقول هذه الأم إنه تم بواسطة 18 مسلحاً تابعين لما يسمى بقوة مكافحة الإرهاب، 3 منهم بلباس مدني، وكانت أشبه بمعركة خاضها هؤلاء المسلحون لينالوا من الشاب رأفت أمام والدته وأفراد عائلته، وانتهت باعتقاله يوم الجمعة الماضي مصاباً بجروح بالغة، فارق بعدها الحياة في اليوم التالي. هو نزل دافع عن نفسه وقدمين. قام رمون على الرصاص ذي المطر، يعني قد خلاص جميع الأسلحة بجميع الأسلحة، واني اللي عور ابني في الرأس اللي كان معه مسدس الأسود الحقير الطرطور، لكن لا والله لا تحتسبه إنه بغالطه. أخت الشهيد تطالب من جهتها الرئيس ووزير الداخلية بالتدخل الفوري لمعاقبة القتلة، وتبدي شكوكاً حيال لجنة التحقيق التي كان قد أمر بتشكيلها وزير الداخلية أحمد الميسري. التضامن الشعبي هو عزاء هذه العائلة المكلومة التي تحول ابنها رأف الدنبع إلى رمز لإعادة إحياء عدن ورد الاعتبار لأبنائها بعد 4 سنوات من الفوضى الأمنية الممنهجة.